شوف الثورة دوغول، يعني تأثير تاع الثورة الجزائرية على دوغول ولا على الجمهورية الخامسة تأثير حسم. أولا وقبل كل شيء، الفرنسيين اللي خرجوا من الجزائر، يعني الجيش الفرنسي اللي خرج من الجزائر لم يحقق ولا معركة واحدة انتصر فيها إلى اليوم. يعني خرج دوغول استطاع أن يلجم الصقور تاع المؤسسة الفرنسية بعد ما خرجوا مهزومين من حرب تاع الجزائر، وهذه اللي خلاته يوجههم إلى قيادات في ألبانيا ويتحرك بسهولة، يعني يأخذ قرارات حاسمة. نعم. لأنهم خرجوا يعني مدة الثورة الجزائرية، يعني استفاد دوغول من بشكل غير مباشر من الثورة الجزائرية بأنه استطاع أن يسيطر على المؤسسة العسكرية ويعيد هيكلتها وقيادتها كيفما شاء، لأنهم خرجوا مهزومين. عند الجيش الفرنسي يعني من بعد ما خرجوا من الجزائر، وعندهم هذه عقدة الهزيمة، سبع سنوات هادو اللي حاربوا، قيادة كانت شاركت في الحرب العالمية الثانية، وقيادة كانت تدربت يعني وشاركت في الحرب الهند الصينية، جاءوا أمام يعني قوات لفلان، قوات لالان اللي هي ناس عاديين وما عندهمش هذيك التجربة. طيب.